هذا واختتمت مساء أمس النسخة 15 من جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2019 بفوز لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس. ما بين هدير المحركات ودقات قلب المشاهدين، مرت 3 أيام من عمر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج سريعا ليكون ختامها مسك تعطر به المتسابقون والمشاهدون. السائق البريطاني لويس هاملتون من فريق مرسيدس يظفر بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 بعد منافسة محتدمة ما بين سائقي مرسيدس وسائق فريق فيراري تشارلز ديكليرك. وكان للمتابعين الذين قدموا من كل حدب وصوب جائزتين، أولاهما متعة المشاهدة لهذا السباق العالمي، وثانيهما الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والفنية المصاحبة. فالبحرين من خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي كتبت فصلا جديدا من فصول النجاح، فلم يكن حدثا رياضيا عالميا فقط بل ترفيهيا أيضا، وهذا ما تؤكده لغة الأرقام، فقد بلغ عدد الحضور 97,000 شخص، وذلك في مجموع 4 أيام السباق بتسجيله ارتفاعا بنسبة 33% منذ عام 2013، الأمر الذي يعكس نجاح البحرين في بناء منظومة متكاملة ومتكاتفة لإنجاح هذا الحدث العالمي.